رجعت محرمة علينا نوقفوا. هذا حقنا، حقنا كنقابة باش نوقفوا أمام وزارة الفلاحة وباش نرفعوا صوتنا جميع. حمى الاحتجاجات الغاضبة على الأوضاع المعيشية المزرية في المغرب تنتقل إلى العمال الزراعيين والفلاحين الذين يعانون التهميش والتمييز والاستغلال. وكالعادة سخرت الدولة المخزنية قواتها الأمنية لقمع هذه الاحتجاجات المنددة بتفاقم موجة الغلاء التي عصفت بما تبقى من القدرة الشرائية لهذه الفئة الكادحة. كنت فاجئ اليوم بأن واحد القمع رهيب لهذه الوقفة اللي حاول من خلالها تمنع الوقفة ديالنا، وقفة مشروعة، وقفة على المطالب النقابية ديالنا، وقفة على المطالب ديال الشغيلة القطاع الفلاحي. حنا كنشهدوا من مشهد اخر من القمع ديال الحريات النقابيه، كنشوفوا مشهد اخر ديال تخوف الدوله من احترام، من احتجاج مشروع، من احتجاج ما عنده حتى شي بعد اخر الا البعد النقابي، الا البعد ديال دعم المطالب ديال الشغيله ديال القطاع الفلاحي وديال الطبقه العامله بصفه عامه. وفي ظل التعامل القمعي والعنف غير المبرر من قبل قوات الأمن المخزنية ضد المحتجين السلميين، تتعالى أصوات الحقوقيين من أجل مواجهة التراجعات الخطيرة في الحقوق والحريات. الوطن ديالنا ما بطلش حقنا، وحنا ما واقفيش وما ساكتيش، وكنناشد جميع المناهضات الدولية، المناهضة الدولية للتعذيب باش تدخل. أنا هذا كنناشد جميع جمعيات الحقوقية اللي عندها النزاهة تدخل. السلطات المخزنية تستمر في انتهاج سياسات مكرسة للفقر ومنتجة للبؤس والحرمان، ما يجعل الشعب المغربي أكثر تصميماً لخوض معركته ضد القمع السياسي والقهر الاجتماعي.